تنوعت اساليب المقاومه الاحوازيه وفق المعطيات والواقع الذي يعيشونه فما بين المقاومه المسلحه الى كتابه كلمه على صفحه تويتر او حائط الفيسبوك كل ذلك مقاومه لاحتلال عربد اكثر من ثمانين عاما لكن مقاومه من نوع اخر ازدادت وتيرتها في الاونه الاخيره في العام الفين وتسعه اعلن عن انطلاقه جيوش هكر الاحواز على يد مجموعه شباب احوازي داخل الاحواز وخارجها لتاخذ المقاومه الاحوازيه بعدا جديدا ضد الاحتلال الفارسي بدا اعضاء جيوش هكر الاحواز العمل بشكل تطوعي وبامكانات ذاتيه ومتواضعه جدا لكنهم وبعد مرور اربع سنوات على الانطلاقه اصبحوا من الجهات التي تركت بصمتها في مسيره النضال الاحوازي ضد الاحتلال اتخذت المجموعه اهدافا لها تعمل على تحقيقها وكان من ابرز تلك الاهداف اولا الحصول على معلومات سريه حول مشاريع الاحتلال الامنيه والاستعماريه وتسريبها للتنظيمات الأحوازية المقاومة. ثانياً، استهداف المواقع الإلكترونية الفارسية وغير الفارسية التي تتعامل مع الاحتلال وتساعد على اضطهاد الأحوازيين. ثالثاً، إيصال رسائل المقاومة إلى الجهات المختلفة التابعة للاحتلال عبر بوابتها الإلكترونية المستهدفة. رابعاً، تقديم الاستشاره الامنيه لكل التنظيمات الاحوازيه كما يطمح جيوش هكر الاحواز الى تشكيل مظله الكترونيه لتوفير امن معلوماتي للمقاومه منذ انطلاقتها اقدمت جيوش هكر الاحواز على عده اعمال ناجحه تمكنت من خلالها من تعطيل العديد من المواقع الفارسيه التابعه للاحتلال كما تسللت الى مواقع وحسابات اخرى وحصلت على معلومات مهمه ارسلتها للجهات المهتمه في المقاومه الاحوازيه فقد سيطروا على المئات من المواقع الالكترونيه التابعه للاحتلال الفارسي فمنها مواقع تابعه للشركات الاستيطانيه الفارسيه في الاحواز كموقع ايليا نيوز التابع للمستوطنين اللر ومواقع عدة تابعة للبسيج والحرس الثوري في الأحواز المحتلة وخارجها، كما هكروا مواقع تابعة لمصانع الفولاذ في الأحواز، ومواقع شركتي تور وتورزان النفطيتان، وموقع دائرة شؤون الصناعة في طهران، وموقع بلدية طهران. استهدفوا أيضاً عدة مواقع تابعة لمؤسسات طائفية مختصة بنشر الفتنة، بين العرب والمسلمين من بينها موقع لحسينيات همدان التابع لاستان قدس رضوي احد اكبر ممولي المشاريع الطائفيه في المنطقه وفي اخر عمل لجيوش هكر الاحواز قاموا بضرب موقع قناه الاهواز الطائفيه ردا على تصريحات مندوب المرشد في الاحواز المحتله موسوي جزايري المستفزه ضد القنوات الاسلاميه المهتمه بالقضيه الاحوازيه ابو ريسان الاحوازي المتحدث باسم جيوش هكر الاحواز اكد على عمل جيوش هكر الاحواز الدؤوب من اجل ملء فراغ المقاومه من الناحيه الالكترونيه وشدد على ضروره المقاومه بكافه اشكالها الميدانيه والسياسيه والاعلاميه بالاضافه الى المقاومه الالكترونيه تطمح جيوش هكر الاحواز الى تاسيس جيش الكتروني احوازي متكامل بسبب اهميه الحرب الالكترونيه المتصاعده في الصراعات الاقليميه والعالميه وبهذا تكون المقاومه الاحوازيه قد دخلت معتركا جديدا مع الاحتلال على الفضاء الالكتروني